كابتن تحسين، كابتن ناصر دخل بسرعه في الجيم تمام، وقال المشكله في اللجنه. تتفق ان المشكله في اللجنه ولا المشكله في الحكام انفسهم؟ المشكله في سياسه اللجنه. سياسه اللجنه هي نفس الحكام بتوعنا هم اللي كانوا موجودين في افريقيا وتفوقوا. ليه؟ ايه السبب؟ الخلاف عشان الناس تبقى عارفه، بس ان انا وانا في البطوله تمرين عملي يوميا في الملعب، سواء في غرفة الفار في الملعب مباراة من ماتش محكم كامل بالفار بالحكم الرابع بالاثنين المساعدين شغالين 24 ساعة شغل تحكيم. احنا عندنا من اول اللجنة دي وهي موجودة ما فيش ولا محاضرة عمل. بس انا شايف في صور قدامي يعني بريرة، يعني انا ما اعرفش هو اجتمع بالحكام كم مره، بس انا شايف صور قدام ان في الملعب ما شفناش، احنا شفناه في القاعات. ملعب ما فيش في القاعات، احنا شفنا اللجنه كلها نظرية. شغلها نظري. التحكيم مش نظري، والتحكيم مش واتس، والتحكيم مش زوم، تحكيم ملعب. هل ينفع دلوقتي ان انا اجهز لعيب كوره من خلال الزوم او من خلال الواتس؟ لا طبعا، لازم يتمرن. لا، فين التمرين؟ ما شفناش حاجه عملي على الارض، ما شفناش حاجه عملي، بدليل ان احنا لما بنيجي نترجم النظري في العملي بنبوظ الدنيا، بيبقى عكس الحكم، عكس الفار، الفار عكس الحكم، الاثنين متفقين على قرار خطأ زي ما حصل في اخر لعبة، اتفاق على قرار خطأ، معايير كلها خطأ. مين شرح لهم المعايير الخطأ دي؟ انا اخر لعبة الاهلي والبنك الاهلي. الاهلي والبنك الاهلي حضرتك ما تراجعتش وما حدش يقول له اوفسايد، الكره ما فيش فيها تسلل، واللقطة حتى اللي اتعرضت واللجنة خرجتها دي، دي لو لو اللعبه دي بتاعت لجنه ومخرجاها بنفس سبحان الله هوا كالتحسين. ايوه، وعايز عايزين الزاويه اللي من جنب من عند حامل الرايه وهو مع اللعبه وعلى الخط، وانت اكتر واحد هتقدر تفتينا في اللقطه دي يا كابتن تحسين. تمام، نكلم الناس بس بالصوره. ايوه، هنا حامل الرايه، هنا مساعد، هنا قراره مساعد. في الملعب يستمر اللعب، مفيش تسلل. ندخل نخش بقى بعد خلاص، هنا المخالفه، هنا المخالفه ركله جزاء. القرار اللي استأنفنا بيه في الملعب ركله مرمى. الطاقم الحكام اللي موجود في الملعب استأنف ده هل ده في اي اعتبارات في العالم حد يختلف؟ لو جبنا 100 خبير عالمي يختلف ان دي ركله جزاء؟ لا طبعا، لا يمكن. اللجنه اختلفت بقى ان دي ركله جزاء، اختلفت مع الناس. ازاي حصل؟ ايه حصل؟ نائب رئيس اللجنه الكابتن محمد فاروق وزع على المركز الاعلامي او ده تصريح للمركز الاعلامي لاتحاد الكوره ان الكره تسلل. طيب أنا نقف بس عند النقطة دي. معنى ان نائب رئيس اللجنة صرح تصريح زي ده يبقى ده قرار اللجنة. مظبوط، يبقى قرار اللجنة بتقول ان الكرة دي تسلل. طب نمشي في الإجراءات واحدة واحدة. امتى راجع الكرة دي في التسلل؟ في حالتين اتنين مالهمش تالت في لعبة زي دي. لو الكرة دي اتحسبت ركلة جزاء ارجع اشوف هي تسلل ولا لا، لو الكرة دي احرز منها هدف نرجع نشوف الكرة تسلل ولا لا. هنا مفيش لقطة تقول لنا تسلل، الوحيد اللي يحكم على لعبة التسلل هو المساعد اللي في الملعب. اهو الراجل بيقول استمرار اللعب. كابتن هاني، والفار ما رسمش الخطوط، والفار ما رسمش الخطوط، ما راجعش اصلا تسلل، والحكم لعب، والحكم هنا قال يستمر اللعب ما فيش مخالفه، ولعب ركله مرمى، الحكم قال يستمر اللعب ما فيش مخالفه. الفار قال له كونفيرم استمر اللعب، معاك في قرارك، مأيد قرارك. يبقى احنا استأنفنا بايه؟ بركله مرمى. ده الاجراءات اللي تمت في الملعب اللي اللجنه صدرته للناس على عكس الواقع.